تحتفل جنوب إفريقيا اليوم بعيد الميلاد 91 للزعيم التاريخي نيلسون مانديلا بتنظيم احتفالية كبيرة تحت عنوان يوم مانديلا. كان الرئيس الأسبق قد دعا إلى الاحتفال هذا العام بالعمل من أجل تحسين ظروف المجتمع. التفاصيل في التقرير التالي. منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم يلتقط صورة تذكارية مع نيلسون مانديلا، فالبلاد تحتفل بالزعيم التاريخي. يوم مانديلا هو شعار الاحتفال بعيد ميلاده 91، والرئيس الأسبق كان قد دعا إلى الاحتفال هذا العام بطريقة خاصة تقوم على تقديم خدمات للمجتمع. يوم مانديلا فكرة تقوم على مبدأ أن كل شخص يستطيع أن يغير العالم ولو حتى عبر القيام بأعمال صغيرة. ندعو الجميع إلى مواجهة كل الاحتياجات بنفس الطريقة التي قام بها مانديلا. فعالية يوم مانديلا تشمل زيارة متحف الفصل العنصري في جوهانسبرغ الذي يؤرخ لجهود مانديلا في هذا الصدد وكيف ألقي به في السجن لمدة 27 عاما ثم ارتقى إلى منزلته الحالية. المتحف يشير إلى جوانب أخرى من حياة مانديلا، يعرض صورة له مع ابنه الذي قتل في حادث سيارة قبل 40 عاما. هذا الجسر في جوهانسبرغ هو أحد معالم جنوب إفريقيا، يحمل اسم مانديلا تكريما له، والمرون على الجسر مهتمون بالمشاركة في الاحتفال. سأشارك في إعداد الطعام في جمعية خيرية كي يحتفل بهذا اليوم الذي يحمل اسم البطل مانديلا. الاحتفال بيوم مانديلا لن يقتصر على جنوب إفريقيا، فعاليات ستقام في أنحاء أخرى من العالم، وسينظم حفل كبير في نيويورك. العالم سيحتفل بمانديلا. أحمد الشيخ، BBC.